بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد القادات وقائد السادات محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على النبي محمد واجعله شافعا لنا يوم غد. أما بعد، بفضل الله ومنه وكرمه ما زلنا نواصل هذه المحاضرات الطيبة الماتعة النافعة، وما زلنا مع هذه الدورة المباركة وهي دورة القراءات إفرادا، قراءة أبي عمرو البصري. مراجعة سريعة للمحاضرة السابقة، تحدثنا في اللقاء السابق عن هاء الكناية، وقلنا أن هاء الكناية، أو تحدثنا تحديدا يمكن اللقاء قبل السابق تحدثنا بداية عن هاء الكناية، لكن في اللقاء السابق تحدثنا عن الأمور التي يختلف فيها الإمام البصري عن الإمام حفص، وقلنا أولى هذه الأمور أنه الإمام البصري يقرأ تسكين الهاء من غير صرف الألفاظ التالية. أولى هذه الألفاظ هي يؤده إليك، اللفظة الثانية نؤته منها، اللفظة الثالثة هي ويتقيه فأولئك، ويتقيه فأولئك عند الإمام البصري. رابع هذه الأمور هي نوله ما تولى، ثم خامسا ونصله جهنم. هذه المواضع الخمسة قرأها الإمام البصري بإسكان الهاء. ثم انتقلنا إلى الأمر الثاني، وهو أن الإمام البصري قرأ بحذف هاء الكناية في قوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس، وقلنا أنه يحذف هاء الكناية فتلتقي الياء بلام التعريف الساكنة فتحذف الياء في حال الوصل، إذا تلتقي الهاء باللام مباشرة، أما في حال الوقف تشتهيه. واحد من ثم انتقلنا إلى الأمر الثالث، وهو أن الإمام البصري قرأ بضم هاء الكناية مع صلتها بواو لفظية في ثلاثة ألفاظ، وهي قوله تعالى أمره، بالغ أمره، تقرأ بالغ أمره. الأمر الثاني وقيله يا رب، تقرأ وقيله يا رب، شرحنا ذلك بالتفصيل. وقوله والله متم نوره، تقرأ متم نوره. رابع هذه الأمور أن الإمام البصري قرأ بكسر هاء الكناية مع صلتها بياء لفظية في ثلاثة ألفاظ، هي الله أعلم بحيث يجعل رسالته، تقرأ رسالاته. الأمر الثاني أدنى من ثلثي ليله ونصفه، تقرأ ونصفه، تقرأ ونصفه. وأيضا إضافة إليها كلمة وثلثه، تقرأ وثلثه. الموضوعين من سورة المزمل الآية 20. خامس هذه الأمور هو أن الإمام البصري قرأ بضم الهاء دون صلة مع زيادة الهمزة الساكنة قبلها في قوله تعالى أرجه وأخاه، تقرأ أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه، هكذا. أتمنى هذا الموضوع تنتبهوا له جيدا، لأن هذا الموضوع راح يأتي معنا اليوم بإذن الله. محاضرة اليوم محاضرة مهمة، فانتبهوا لهذا الموضوع، سيأتي معنا بإذن الله تعالى في موضوعنا تاع اليوم. أيضا قرأ الإمام البصري بكسر الهاء في موضعين، هما أنسانيه، تقرأ أنسانيه بالكسر. عاهد عليه الله، عاهد عليه الله. الأمر السابع هو أن الإمام البصري قرأ بقصر الهاء بدون صلة، بدون صلة، قرأ البصري بقصر الهاء دون صلة في قوله تعالى ويخلد فيه مهانة، تقرأ فيه مهانة. الأمر الثامن أن الإمام البصري قرأ بإبدال هاء الكناية تاء تأنيث منصوبة، سيئه، تقرأ سيئة. التاسع وهو قوله تعالى، أو قرأ الإمام السوسي تحديدا الآن السوسي بإسكان الهاء من غير صرف في قوله تعالى يأته مؤمنة، تقرأ ياته، ياته مؤمنة. الأمر العاشر أنه الإمام البصري قرأ بإسكان الهاء بخلف عن الدوري، والوجه الآخر للدوري الضم في قوله تعالى إن تشكروا يرضه لكم. لاحظوا يا جماعة، أحيانا أنا ممكن مع السرعة ما آتي مثلا بالإخفاء وهذه الأمور، يعني قرأتها وإن تشكروا،
طبعا هذا لا يخفى عليكم انها تقرا بالاخفاء، وان تشكروا، لكن مع السرعه احيانا يعني ناتي بالشيء الذي اريد ان اركز عليه. وهذه الشاشه امامنا كيف قراها الامام البصري؟ تحدث عن ملاحظتين مهمات. الملاحظه الاولى انه الامام البصري اتفق مع الامام حفص في قوله تعالى فالقه اليهم، اي بالاسكان دون صله. والملاحظه الثانيه وهي انه الامام او اذا اتت هاء الكنايه وبعدها كلمه اخرى بدايتها نحو انه هو، انه الامام السوسي لا يصل هذه الهاء كما هي في الامام الان انه هو، فتقرا بالادغام، وهذا ان شاء الله سناخذ في باب الادغام الكبير. ثم انتقلنا الى باب هاء الضمير، وقلنا انه مذهب الامام البصري في هاء الضمير انه اسكن ضمير الغائب في هو وهي إذا وقعت هذه اللفظة بعد واو أو فاء أو لام زائدة. لكن إذا وقعت، وذلك وقع في موضع واحد في القرآن، إذا وقعت بعد ثم ولم يرد إلا في قوله تعالى ثم هو يوم القيامة، قلنا أن الإمام البصري يبقيها بضم الهاء كالإمام حفص. ثم انتقلنا إلى باب أحكام النون السكن والتنوين، وقلنا أنه في مجمل مطابق للإمام حفص إلا في بعض الأمور التي تحدثنا عنها وموجودة عندنا في الكتاب. هيك بنكون راجعنا المحاضرة السابقة. مين عنده يعني ملاحظة، عنده سؤال، عنده استفهام؟ على العموم محاضرة اليوم يا جماعة يعني مهمة جدا، لدرجة أني أنا كنت حابب حتى أكتب لكم على الشات تليجرام انه احنا محاضره اليوم مهمه جدا، يعني كنت اتمنى من الجميع ما حد يغيب، لانه فعلا محاضره اليوم مهمه جدا. على قدر ما هي سهله وبسيطه لكنها مهمه جدا، فاتمنى الانتباه لهذه المحاضره. نذكر دائما بانه الكتاب المعتمد هو كتاب الدور الحسن في القراءات العشر للقران، هذه السلسله تحديدا كتاب قراءة أبي عمرو البصري. سنبدأ اليوم في باب المد والقصر. الإمام البصري يختلف عن الإمام حفص في بعض الأمور، في المد الجائز المنفصل طبعا راح يكون عندنا قسمين، شيء للدوري وشيء للسلسلة، وسنتحدث عنه في الشريحة التي بعد ذلك، لكن سينقسم في المد الجائز المنفصل الدوري له منهج والسلسلة له منهج. الامر الثاني في المد الواجب المتصل، فمقدار المد عند الامام البصري هو التوسط، طبعا الامام حفص له التوسط وويق التوسط له خمس حركات، لكن بشكل عام احنا ما يعنينا الان الامام البصري له التوسط. طيب المد الجائز المنفصل سنجد انه الامام السوسي له منهج والامام الدوري له منهج. الامام السوسي منهجه في المد الجائز المنفصل دائما القصر، مريحنا له القصر فقط. اما الدوري فله اما القصر وهو المقدم واما التوسط. اذا الامام الدوري له القصر وهو المقدم وله التوسط، اذا الدوري والسوسي يعني يتفقان في القصر. سؤال الان لكم، من يعبر لي عن هذا الأمر بعبارة واحدة لو سألته ما هو منهج الإمام البصري في ذلك؟ شيخ جاسر تفضل. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. كيف حالك شيخنا؟ مشتاق لك والله. الله يكرمك شيخ جاسر، يرفع قدرك. شيخنا نقول للإمام البصري القصر في المنفصل بخلف عن الدوري فقط، في لها تكملة للبصري شيخنا الراويين لهم القصر بخلف عن الدوري وهو الخلف وهو التوسط، الوجه الثاني أقصد. الله ينور عليك، أنا كنت أحتاج إلى هذه النقطة أيضا. إذا نقول للبصري للبصري القصر بخلف عن الدوري، لكن لابد أن نكمل هذه العبارة، والوجه الآخر للدوري هو التوسط. لماذا؟ لانه قد يظن سامع انه والله له فوق التوسط، له مثلا الاشباع، له مقدار اخر، اذا لابد ان احدد
مقدار هذا المد. تمام، إذا للبصري القصر بخلف عن الدوري، والوجه الآخر للدوري هو التوسط. ننتبه نحدد في النصف الثاني من العبارة ما هي القراءة الأخرى لهذا الراوي. هذه النقطة مهمة جدا. الله يفتح عليك الشيخ جاسر، ما شاء الله إجابة رائعة. طبعا نلحق بهذا المد، بالمد بشكل عام، بالمد الجائز المنفصل، مد الصلة الكبرى. طيب أيضا في المد لازم نكلم المخفف، يعني تحقق في أكثر من موضع عند الإمام البصري نحو واللائي في أحد وجهي الوقف عليها، وأيضا في نحو فذانك من سورة القصص، وهذا راح يشرح إن شاء الله في مواضعه بعد ذلك بإذن الله تعالى. لكن كلمة واللائي تشوف كيف قراء الإمام البصري، أي واللائي تصبح واللاي، إذن ألف وبعدها ياء، هذا أصبحت من قبيل المد اللازم الكلمي المخفف. إذن بعض الكلمات نحو واللائي، نحو فذانك وما شابه ذلك من أمثلة. طيب بهيك احنا بنكون خلصنا او انتهينا من موضوع المدود. الآن سننتقل الى الباب المهم في هذا اللقاء المبارك، وهو موضوع الهمز. الهمز بشكل عام على ضربين، الضرب الأول ان يأتي الهمز في كلمة، والضرب الثاني ان يأتي الهمز في كلمتين متتاليتين. وإن شاء الله سنتحدث عن هذا، أو اليوم راح نتحدث عن جزء من القسم الأول اللي هو أن يأتي الهمز في كلمة واحدة. في باب الهمز المفرد، بداية راح نتحدث عن باب الهمز المفرد. ما هو تعريف الهمز المفرد؟ الهمز المفرد هو الهمز الذي لم يجاور مثله، وهو إما أن يكون ساكن أو متحرك. إذا الهمز المفرد هو الذي لم يجاور مثله، مجاورة متتالية على طول مباشرة يا جماعة. المقصود في الهمز المفرد هو الذي يجاور مثله في بشكل متتالي مباشرة على طول. إذا هذا هو الهمز المفرد، وهو إما أن يكون ساكن وإما أن يكون متحرك. طيب هل الهمز المفرد علامات؟ نقول نعم، الهمز المفرد الساكن علامات في القرآن أن يكون مسبوقاً بأحد الأحرف السبعة التالية، وهي من توفي أو فتيمنوا، من توفي أو فتيمنوا. إذا عندنا الميم أو النون أو همزة الوصل أو التاء أو الواو أو الفاء أو الياء، وهذه مجموعة أيضاً في كلمة فتيمنوا. إذا هذه الأحرف السبعة التي سبقت أو من علامات الهمز المفرد الساكن في القرآن، حتى نتعرف يعني لو شكينا في كلمة هل هي من الهمز المفرد الساكن أم غير الهمز المفرد الساكن، لو كانت مسبوقة بأحد هذه الأحرف السبعة فمعنى ذلك قد تكون من الكلمات أو من ضمن الهمز المفرد الساكن. طيب الهمز المفرد ينقسم إلى قسمين، إما ساكن كما قلنا وإما متحرك. طب ما هو مذهب الإمام مذهب الإمام؟ طبعا قبل ما ندخل إلى هذا الباب، الذي له باع كبير في هذا الباب هو الإمام السوسي. الإمام الدوري ما لهوش إلا يعني أشياء بسيطة جدا جدا جدا. الإمام السوسي هو الذي يتربع على عرش الهمز المفرد بشكل عام. تمام يا جماعة؟ طب ما هو منهج الإمام السوسي في ذلك؟ الإمام السوسي يبدل كل همزة ساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، بمعنى إذا كان ما قبلها مفتوح تبدل إلى ألف، ما قبلها مضموم تبدل إلى واو، ما قبلها مكسور تبدل إلى ياء. إذن يبدل كل حرف مد من جنس حركة ما قبلها، سواء كانت هذه الهمزة فاء للكلمة أو عينا للكلمة أو لاما للكلمة، طبعا ذلك وصلا ووقفا. هذه نقطة مهمة، لأنه أحيانا بعض القراء نجد أنهم يبدلوا الهمزات فقط في حال الوقف، لكن الإمام السوسي يبدل هذه الهمزة وصلا ووقفا. إذا نذهب الإمام السوسي في الهمز المفرد، وأنا أخذ الأمثلة على ذلك. المؤمنون، ننظر أن الهمزة ساكنة ما قبلها مضموم تقرأ المؤمنون، إذا أبدلناها من جنس حركة ما قبلها، ما قبلها مضموم وهو حرف الميم، إذا تبدل إلى واو.
أن ائتي، الهمزة ما قبلها نون مكسورة، بغض النظر إيش الحرف الذي قبلها، لكن ما يعنينا أنه حرف مكسور، فتقرأ أنيت، تمام؟ أنيتي لو حل الوسط طبعا. الرأس تبدأ الراس، لأنه ما قبل الهمزة راء مفتوحة وحرف مفتوح. الذئب تقرأ الذيب، لأنه ما قبل الهمزة حرف مكسور. ذرأنا تقرأ ذرانا. شئنا شينا. طيب ننتبه أنه هذه الكلمتين الأولانيات وقعت فاء للكلمة في التنتين، الرأس والذئب عينا للكلمة، في ذرأنا وشئنا وقعت لاما للكلمة. هل أنا معني كقارئ أن أنا أعرف إيش هي فاء الكلمة وإيش عين الكلمة وما هي لام الكلمة؟ مش كثير أنا معني فيها للي غير ضليع في اللغة العربية، لكن من الأولى والأفضل نتعرف على هذه الأمور ونعرفها، لكن مع الممارسة مع التكرار ستتعرف على الكلمات التي يبدلها الإمام السوسي بشكل عام في القرآن. إذا ما هو مذهب الإمام السوسي في الهمزة المفرد الساكن؟ إبدال الهمزة من جنس حركة ما قبلها، سواء كانت فاء للكلمة أو عينا للكلمة أو لاما للكلمة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل ذلك في كل القرآن؟ نقول نعم هو في كل القرآن إلا بعض المستثنيات، ويعني القاعدة المعروفة لكل قاعدة شواذ، فسنأخذ بعد قليل إن شاء الله ما هي الأمور التي شذت عن القاعدة. لكن قبل ما ندخل إلى هذه الأمور نأخذ الملاحظتين المهمات. الملاحظة الأولى، لا تبدل الهمزة إذا كانت لاما للكلمة إلا في الفعل الماضي، هذه النقطة مهمة، فقط إذا كانت في الفعل الماضي. الملاحظة الثانية، لا إبدال في الفعل المضارع المجزوم ولا في فعل الأمر، هذه ملاحظة مهمة. وبرجع بقول يا جماعة، مع التكرار مع الممارسة مع كثرة القراءة ستكتشف أن هذه الأمور أصبحت سهلة وبسيطة ومعروفة لديكم. بعد ذلك كلمة المؤمنون، أينما تمر معنا ما شبه ذلك من أمثلة راح تقرأ على طول مباشرة المؤمنون تلقائيا، يأتي وهكذا، شئنا شينا، هذه الكلمات راح تجدوها أنه يعني لحالها بدأت يعني تبدل معكم لأنه تعودنا عليها. إذا لابد في إبدال الهمزة التي هي لام للكلمة ألا تكون ساكنة للجزم في الفعل المضارع أو ساكنة لبناء الأمر. هذا الأمور راح نأخذها أكثر تفصيلا في بعد قليل، لكن أيضا في ملاحظة أخرى، أنه في حال إبدال الهمزة المفرد بالسوسي في نحو الذي ائتمن، لاحظوا الذي ائتمن همزة ساكنة، هذه الكلمة تقرأ كيف؟ الذي ائتمن، الذي تمنى. طب نقطة مهمة جدا، هل الياء التي أنا نطقتها الآن لما قلت الذي تمنى، هل هذه الياء هل هي الياء الذي ولا هي ماذا؟ نقول لا، هي ليست ياء الذي. طب أين ذهبت ياء الذي؟ نقول لأجل التقاء الساكنين حذفت. لو قلنا مثلا في السماء، هل هذه الياء تبقى؟ نقول لا تبقى. لماذا؟ هذا طبعا المثال ليس له علاقة في موضوع اليوم أو في موضوع الإمام السوسي، بشكل عام للقراء في السماء، هل هذه الياء تبقى؟ نقول لا تبقى. لماذا؟ لأنه التقاء ساكنين تم حذف هذه الياء. وكذلك الذي ائتمن، لاحظوا الذي ائتمن ياء الذي التقت مباشرة مع الهمزة الساكنة في ائتمن، لذلك نحذف هذه الياء، فالتقت الذال المكسورة مع الهمزة. إذن هذه الياء ليست موجودة. الآن راح يعني أعطيكم شريحة توضح هذا الأمر بإذن الله أكثر. طيب أيضا كذلك عند إبدال الهمزة في نحو الهداتنا، كيف تقرأ؟ الهداتنا، الهداتنا. طب هل هذه الألف التي نطقتها هي ألف الهدى؟ نقول لا، لأنه ألف الهدى أيضا محذوف لعجل التقاء الساكن. نأخذ الشريحة الآن توضح ذلك أكثر. إذا في نحو الدال الذي ائتمن، هي الذي ائتمن، نلاحظ أنه في عندنا التقاء ساكنين، هي الياء وعندنا مع الهمزة، فتحذف هذه الياء. وهمزة الوصل ما هي محذوفة في درج الكلام، لأنه همزة الوصل لا اعتداد لها في درج الكلام. إذا حذفت الياء لأجل التقاء الساكنين،
والتقط الذال المكسورة مع هذه الهمزة. طيب، منهج الإمام السوسي قلنا أنه يبدل كل همزة ساكنة من جنس حركة ما قبلها. طب هذه الهمزة الساكنة اللي مرسومة عندنا باللون الأحمر التقت مع إيش؟ مع حرف مكسور. إذن إلى ماذا تبدل هذه الهمزة؟ نقول تبدل إلى ياء. فكيف تنطق؟ الذي تمن، الذي تمن. لاحظوا هذه الياء محذوفة وهمزة الوصل أيضا محذوفة، إذن الحرفين باللون الأزرق كأنهم مش موجودات. فأبدلنا الهمزة إلى ياء فأصبحت الذي تمن. وكذلك نحو الهداتنا، كذلك نحو يا صالحوتنا. إذن الحرف المنطوق هو الحرف المبدل، الحرف المد الذي أنطقه هو حرف المبدل. واضحة النقطة هذه يا جماعة؟ واضحة؟ في حد عنده سؤال فيها؟ طيب، الأخت نور تسأل لماذا لم نقرأها إيتي؟ هي في حال الابتداء يا جماعة جميع القراء اتفقوا على أن هذه الكلمات تبدأ من جنس حركة ما قبلها، يعني ائتمن. هذه الكلمة في حال الابتداء نقرأها أوتمنا. طب لماذا ابتدأنا بها أوتمنا؟ لأنه ما قبلها مضموم. المشكلة عندي في حال الوصل، أو مش مشكلة، يعني الفكرة الأخرى أنها في حال الوصل أنها تبدل من جنس ما قبلها فأصبح ما قبلها مكسور، لكن في حال الابتداء كان ما قبلها مضموم أوتمن. طب في حال الوصل الذي تمن. طب الهدأتنا في حال الابتداء إيتنا. طب في حال الوصل بما قبلها الهداتنا، إذا تبدل إلى ألف. إذا في حال الابتداء قد يختلف النطق عن حال الوصل، لأنه ننظر دائما في هذه الهمزات إلى ما قبلها. عند الإمام حفص، عند الإمام ورش، عند الإمام قالون، عند جميع القراء في حال الابتداء واحد كما هو معروف لديكم. أما الفكرة هنا في حال الوصل بما قبلها، فإذا كان ما قبلها مكسور كالمثال الموجود أمامنا، الذال عندنا هنا مكسورة نبدلها إلى ياء، في الهدأتنا نبدلها إلى ألف، يا صالحوتنا تبدل إلى واو. هكذا إن شاء الله تكون الأمور هيك واضحة. طيب، ننتقل إلى ما بعد ذلك، المستثنيات. وأتمنى أيضا تنتبهوا معي إلى موضوع المستثنيات. برجع وأقول على قدر ما هو موضوع اليوم بسيط جدا جدا، إلا أنه مهم. أنتم لاحظتوا كل الأمثلة اللي جبناها وكل الأمور اللي أتينا بها سهلة جدا، أيضا الآن المستثنيات أيضا سهلة جدا، لكن أتمنى عليكم أنكم تنتبهوا حتى يعني هذا الموضوع يفهم بالشكل الصحيح. طيب، إحنا إذا قبل قليل قلنا أنه الإمام السوسي يبدل كل همزة ساكنة من جنس ما قبلها، يعني سواء كانت لاما للكلمة أو خفاء للكلمة أو عينا للكلمة، وقلنا أنه لكل قاعدة شواذ. طب ما هي المستثنيات؟ ما هي الأمور الشاذة عن القاعدة؟ نقول وبالله التوفيق، الأمر الأول ما كان سكونه علامة للجزم، سنشرح ذلك بالتفصيل. ما كان سكونه علامة لبناء الأمر، ما كان همزه أخف من إبداله، ما يخرجه الإبدال من لغة إلى أخرى، إلى لغة أخرى، ما كان إبداله يلبسه لغيره. إيش تفصيل هذه الأمور؟ الآن راح نأتي لها، سنأتي لها بإذن الله تعالى. هذه المستثنيات اللي ذكرناها هذه أصول مضطردة. ماذا نقصد في الأصول المضطردة؟ أي هذا أصل. عندما مثلا أقول لكم ما كان سنكون علامة للجزم، أي كلمة مهموزة فيها همز يعني مفرد ساكن، وكان هذا الهمز الساكن يعني مجزوم بالسكون، فهذه قاعدة عامة، أصل مضطرد، أصل موجود في كل القرآن يستثنى عند الإمام السوسي. لو قلنا مثلا نشأ، إن نشأ، هل هذه الهمزة ساكن لأجل الجزم؟ نقول نعم. إذا عندنا خمس أصول مضطردة، أينما يقع ذلك في القرآن فإننا لا نبدل هذه الهمزة. طيب، هل يوجد عنده مستثنيات أخرى؟ نقول عنده كلمة واحدة بعينها في القرآن هي بارئكم. كيف تقرأ عند الإمام البصري بشكل عام؟ بارئكم، فهذه الهمزة ساكنة. لكن هل تبدل عند الإمام السوسي؟ نقول لا، لا تبدل. إذا
كل المستثنيات اللي عند الإمام السوسي من هذا الباب ستة أمور، خمس أصول مضطردة وكلمة بعينها. ما هي الخمس أصول مضطردة؟ ما كان سكونه علامة للجزم، ما كان سكونه علامة لبناء الأمر، ما كان همزه أخف من إبداله، ما يخرجه الإبدال من لغة إلى أخرى، ما كان إبداله يلبسه لغيره. والكلمة التي بعينها هي كلمة بارئكم، تمام؟ هذه الكلمات أو هذه الأمور الستة التي يعني يستثني فيها الإمام السوسي إبدال الهمز. إذن هذه الكلمة المخصوصة عند الإمام السوسي هي كلمة بارئكم، فإن الإمام البصري بشكل عام يسكن هذه الهمزة. طبعا في وجه آخر للإمام الدوري الآن مش بصدده، لكن الإمام البصري يسكن هذه الكلمة فتقرأ بارئكم. إذن هل تبدل عند الإمام السوسي؟ نقول لا، لا تبدل. لماذا؟ لأنها مستثناة. هل تحكمها قاعدة معينة؟ نقول لا، هذه الكلمة بعينها ليست يعني تحكمها قاعدة معينة، إنما كلمة بعينها. أما القواعد الخمس السابقة فهي قواعد عامة في كل القرآن. إذن المستثنيات، أول مستثنى قلنا عنه ما كان سكونه علامة للجزم، ما كان سكونه علامة للجزم. طيب ما هو سبب عدم الإبدال في هذا الأمر اللي هو ما كان سكونه علامة للجزم؟ الأمر الأول، وقبل ما ندخل إلى الأمر الأول نقول رواية، ما يحكمنا يا جماعة هو دائما الرواية، لا يوجد إعمال للعقل في ذلك، لكن بعد الرواية نقول اعمل عقلك. لماذا مثلا هذا الأمر امتنع؟ لماذا هذا الأمر مثلا سمح؟ لماذا لماذا؟ نقول اعمل عقلك، لكن بداية ما يحكمني هو إيش؟ هو الرواية. إذن أول سبب دائما هو الرواية، لكن ديننا الحنيف وديننا الإسلامي لا يمنع من إعمال العقل في بعض الأشياء، يقول لك انظر لماذا هذا الأمر منع. طيب أول أمر ما كان سكونه علامة للجزم، لماذا منع؟ قالوا أن السكون عارض، سكون هذه الكلمات عارض، والأصل فيها الرفع، أصل الكلمة أن تكون مرفوعة. فالإمام السوسي تخيل هذا الأمر، قال طيب السكون عارض والأصل فيها الرفع، إذن هي ليست بساكنة سكونا أصليا، فلماذا أبدلها؟ مادام هي ليست بساكنة سكونا أصليا فلماذا أبدلها؟ إذن أبقيها على حالها، أو أبقيها على السكون العارض الذي هو فيها. إذن السكون في هذه الكلمات هو سكون عارض، والأصل فيها هو الرفع، لكنه الإمام البصري أو تحديداً الإمام السوسي قال يعني لا أريد أن أبدل مثل هذه الكلمات لأنه الأصل فيها هو الرفع. هذا أمر أول. الأمر الثاني لعدم كثرة الإعلال، لاحظوا هي أصلها أنها مرفوعة ثم سكنت لأجل عارض معين، ثم أنا أرجع وأبدلها، إذا أصبح أكثر من إعلال فيها، وهذا الأمر يعني ثقيل في اللغة العربية وغير معتاد ولم يعتادوا عليه في اللغة العربية، لذلك لم تبدل هذه الهمزات. الآن نحو مثلا يشأ وينبأ، وهذه الكلمات إن شاء الله راح نأتي عليها بعد قليل. إذن هذا السببين الموجودات أمامنا على الشاشة هو سبب عدم الإبدال فيما كان سكونه علامة للجزم. أنا حبيت أجيب لكم إياها من أبيات الشاطبي، لأنه الإمام الشاطبي أبدع في هذه الكلمات وأبدع في تنسيق هذه الكلمات وتركيبة هذه الكلمات. إيش قال الإمام الشاطبي؟ قال تسؤ ونشأ ست، إذن عندنا ست كلمات في تسؤ ونشأ، وعشر يشأ ومع يهيئ وننسأها ينبأ تكملا. راح نلاقيهم عندنا 19 موضع الموجودات أمامنا، لو عدناهم راح نلاقيهم 19 موضع، 6 تسوء نشأ و10 يشأ هاي 16، ويهيئ 17، ننسأها 18، ينبأ 19. طيب نأخذهم بالترتيب، طبعا لمن أراد أن يرجع لبيت، لمن أراد أن يرجع لبيت الشاطبي، البيت 217 للإمام الشاطبي، يعني لمن أراد أنه يعني يرجع لهذه الأبيات. نأخذ هذه الكلمات
راح نتحدث عن كلمة تسوء. تسوء أول كلمة أو أول موضع في آل عمران الآية 120، حسنة تسؤهم، تمام؟ هذه إن تمسسكم حسنة تسؤهم، هذه في الآية 120 من سورة آل عمران. أيضا في التوبة الآية 50، في المائدة الآية 101، في الشعراء النشأ. الآن كلمة أخرى، كلمة نشأ الأولى في الثلاث الأولى كلمة تسؤ، والثلاث المتبقيات في كلمة نشأ. الأمر الثاني اللي هو الخامس النشأ نخسف. طبعا الموضع الرابع كان في الشعراء الآية 4، والسبع الآية 9، وياسين الآية 43. هذه الكلمات يا جماعة الإمام السوسي لا يبدل الهمزة الساكنة فيهم. لماذا؟ لأن سكون هذه الكلمات علامة للجزم. إذا الإمام البصري أو الإمام السوسي لا يبدل هذه الكلمات. لماذا؟ هذه الكلمات هي مستثناة عند الإمام البصري أو عند الإمام السوسي، لأنها تقع تحت قاعدة عامة هي ما كان سكونه علامة للجزم. تمام يا جماعة؟ إذا ما كان سكونه علامة للجزم فإن الإمام السوسي لا يبدل هذه الكلمة. طيب إذا تسوء ونشأ، هؤلاء الكلمتين هذول أخذناهم ست كلمات في ست مواضع، ثلاثة لتسوء وثلاثة لنشأ، وعشر يشأ. إذا عندنا كلمة يشأ في عشر ألفاظ. الموضع الأول إن يشأ يذهبكم، سورة النساء. من يشأ الله يضلله، في سورة الأنعام. من يشأ ومن يشأ يجعله، سورة الأنعام أيضا الآية 39. لكن واحد ممكن يسألني، طيب الموضع الثاني مكسورة، أنت قاعد تحكي لنا دكتور أنه عن الكلمات أو الهمز الساكن، طب هنا الهمزة ليست ساكنة مكسورة. نقول هنا كسرت لأجل التقاء الساكنين، لكن الأصل أنها ساكنة وهي سكنت وهي يعني مكسورة لأجل التقاء الساكنين. فإذا وقفنا عليها هل نبدلها؟ نقول لا، لا تبدل، لا وصلا ولا وقفا. وصلا لأنه الكسر فيها عارضة، وفي كل الأحوال هي متحركة، يعني سواء أخذتها هيك أو أخذتها على هذا الأمر هي لن تبدل. وفي حال الوقف لأنها طبعا سكونها سكون لأجل أو سكون سكونها سكون هذه الكلمة هو علامة للجزم. الموضع الرابع في سورة الأنعام أيضا الآية 123، في سورة إبراهيم الآية 19، في سورة الإسراء 54، أيضا موضع ثاني في 54 من سورة الإسراء. الأمر الثامن في سورة فاطر الآية 16، الأمر التاسع في الشورى 24، الأمر الأخير العاشر في الشورى أيضا في الآية 33. إذن هذه الكلمات كلها لا يبدلها الإمام الإمام السوسي. تمام يا جماعة؟ الأخت إيمان تسأل لماذا الرفع الأصل كلها مجزومة؟ تمام يا جماعة، هو أصل هذه الكلمات الأصل أن تكون مرفوعة، لأنه تكون هنا يعني طارئ على هذه الكلمات، والأصل أنها تكون مرفوعة. نحن الآن ليس بصدد يعني أصلها في اللغة وأصلها كذا، لأنه هذا ممكن تأخذ في دورة توجيه القراءات. وأبشركم إن شاء الله ستبدأ قريبا عندنا بإذن الله تعالى دورة متميزة جدا 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 في توجيه القراءة في القريب العاجل بإذن الله تعالى، ومثل هذه الأمور سيتم التطرق لها بإذن الله تعالى. يعني إحنا نحاول دائما في الدورة أن نأخذ الشيء الذي يخص الدورة، ما لا يخص الدورة له دورته الخاصة في بإذن الله تعالى. إذا أخذنا تسوء ونشأ ست، أخذناها ستة، وعشر يشأ أخذناها، ومع يهيئ. كلمة يهيئ وقعت في صوت الكهف، ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. ويهيئ هذه الكلمة مع أن الهمزة ساكنة لكنها لا تبدل، تقرأ ويهيئ لكم، إذا بدون إبدال. طيب كلمة وننسأها في قوله تعالى في صوت البقرة الآية 106، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. الآن هذه الكلمة أو ننسيها قرأت عند الإمام البصري بشكل عام ننسأها. كيف قرأت؟ ننسأها. إذا قرأت هذه الكلمة بالهمز مهموزة. ننسأها يعني نؤجلها، نرجعها إلى ما بعد.
فإذا هذه الكلمة جاءت مهموزة، فهل تبدل عند الإمام السوسي؟ نقول لا، لا تبدل. اللي بعد ذلك ينبأ في قوله تعالى أم لم ينبأ بما في سورة النجم، أيضا لا تبدل. إذا أخذنا 19 موضع يا جماعة اللي قبل قليل كنا تحدثنا عن هذه القاعدة، هذه المواضع 19 تندرج مع تحت قاعدة عامة ما كان سكون علامة للجزم، إذا لا تبدل هذه الكلمة، لا تبدل هذه الكلمة للإمام السوسي، طبعا للإمام السوسي. وكما قلت يا جماعة أنه مردودنا لذلك الرواية، لأن بعض هذه الكلمات تبدل عند بعض القراء الثانيين في بعض المواضع، في بعض الأحيان بعض الكلمات منها تبدل. إذا الذي يحكمني هو الرواية، لكن عند الإمام السوسي لم تبدل طبعا رواية، ولكنها درجة تحت قاعدة عامة كما قلنا قبل قليل. إذا أخذنا ما كان سكون علامة للجزم، نأخذ الأمر الثاني، ما كان سكون علامة لبناء الأمر. الإمام أيضا الشاطبي يقول وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع وأرجئ معا واقرأ ثلاثا فحصلا. قول هذه الكلمات وهيئ، كلمة وهيئ في قوله تعالى من سورة الكهف وهيئ لنا، تقرأ بإيش؟ تقرأ هذه بالهمز ولا تبدل، وهيئ لنا. طيب هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية وأنبئهم، في قوله تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فهذه الكلمة لا تبدل أيضا، تقرأ أنبئهم، فإذا تقرأ بالهمز للإمام السوسي. طبعا الإمام الدوري يا جماعة هو هيك هيك يقرأ بالهمز، الإمام الدوري هيك هيك يقرأ بإيش؟ يقرأ بالهمز، فننتبه إلى هذه الأمور. ونبئ بأربع، يعني عندنا أربع كلمات في كلمة ونبئ. أولى هذه الكلمات نبئنا بتأويله سورة يوسف، تقرأ نبينا. لكن قبل ما أبدأ أو قبل ما أنتقل إلى النقطة الثانية، في شيء هنا في هذه الآية رقم واحد ممكن أن أتعامل معاه للإمام السوسي، مين يقول لي؟ هل فيها شيء آخر؟ فايزة بتأويله إيش نعمل فيها؟ تصبح بتأويله إبدال الهمزة. الله ينور عليك، إذا أبدلنا الهمزة إلى ألف. إذا الكلمة الأولى نبئنا لأنها دخلت واندرجت تحت القاعدة ما كان سكون علامة لبناء الأمر فلا تبدل، لكن بتأويله هي لم تندرج تحت قاعدة معينة، إنما تحت القاعدة العامة أنه يبدل كل همزة ساكنة من جنس حركة ما قبلها. إذا هذه الآية تقرأ نبئنا بتأويله، إذا تبدل هذه الهمزة إلى ألف في بتأويله، لكن نبئنا لا تبدل. الكلمة الثانية ونبئهم أن الماء، إذا هذه الكلمة أيضا لا تبدل. الثالثة ونبئهم عن ضيف، أيضا لا تبدل في الحجر. الرابع في أيضا في الحجر الآية 49 نبئ عبادي، أيضا لا تبدل، نبئ عبادي. إذا هذه الكلمات لا تبدل عند الإمام السوسي، لماذا؟ لأنها تندرج تحت قاعدة ما كان سكون علامة لبناء الأمر. إذا وهي أخذناها، وأنبئهم أخذناها الآن، ونبئ أيضا أخذناها الأربع كلمات الآن. وأرجئ معا، موضعين في القرآن. الموضع الأول قالوا أرجئ هو أخاه، وهذا قبل قليل قلت لكم انتبهوا لها يا جماعة، هيها أرجئه. قلنا في لقائنا السابق في هاء الكناية أن هذه الكلمة كهاء كناية تقرأ بالضم بدون صلة، وزاد عليها الإمام البصري بشكل عام همزة، إذا تقرأ أرجئ هو أخاه. طب هل هذه الكلمة تبدل للإمام السوسي؟ نقول لا، لا تبدل. لماذا؟ لأن سكونها علامة لبناء الأمر. إذا قالوا أرجئ هو أخاه، أرجئ هو أخاه، إذا لا تبدل هذه الكلمة. طبعا وقعت في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء. إذا وأرجئ معا أخذناها. واقرأ ثلاثا، عندنا ثلاث كلمات في كلمة واقرأ. الموضع الأول اقرأ كتابك، الآية 14 من سورة الإسراء. اقرأ باسم ربك العلق، الآية الأولى. اقرأ وربك الأكرم، أيضا في سورة العلق، الآية الثالثة. هذه الكلمات لا تبدل،
ونرجع ونقول ونؤكد أن هذه الرواية، لأنه اقرأ يعني تبذل عند بعض القراء زي الإمام أبو جعفر وما والإمام مثلا حمزة في حال الوقف والإمام هشام في حال الوقف، إذن بعض القراء يبدلوا، لكن الإمام السوسي لم يبدلها، وهذا يدل على أن القرآن قرأ تلقيا وليس بهوى معين. إذا أخذنا المستثنى الأول ما كان سكون علامة للجزم، المستثنى الثاني كان ما كان سكون العلامة لبناء الأمر، المستثنى الثالث هو ما كان همزه أخف من إبداله. الإمام السوسي لا يبدل هذه الكلمة في قوله تعالى وتؤوي إليك من تشاء، هذه الكلمة لم يبدلها الإمام السوسي في طبعا في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب الآية 51، هذه الكلمة لا يبدلها الإمام السوسي. الموضع الثاني كلمة وتؤويه وفصيلته التي تؤويه لا يبدلها في سورة المعارج. لماذا؟ قالوا لأنه الهمز أخف من الإبدال. لاحظوا في الموضع الأول قلنا وتؤوي، لو بدنا نبدلها راح تصبح وتوي، فيها نوع من الثقل يا جماعة، وتوي. والكلمة الثانية وفصيلته التي توي، فيها نوع من الثقل، مع أنه أرجع وأقول أنه بعض القراءات الأخرى أبدلت عندهم، لكن عند الإمام السوسي قال لا، لا تبدل عندي لأنها تعتبر من الكلمات الثقيلة في حال الإبدال. وتوي فيها نوع من الثقل، لكن وتؤوي، لاحظوا كيف وتؤوي يعني يا أخر. تمام جماعة، إذن الهمز أخف من الإبدال. هذه القاعدة قلنا ما كان همزه أخف من إبداله. القاعدة التي تلي ذلك ما يخرجه، القاعدة التي تلي ذلك ما يخرج الإبدال من لغة إلى أخرى، ما يخرج الإبدال من لغة إلى أخرى. كلمة ومؤصدة، يقول الإمام الشاطبي ومؤصدة أوسط يشبه كله تخيره أهل الأداء معللة. إذن هذه الكلمة وردت في موضعين في القرآن، في سورة البلد وفي سورة الهمزة، عليهم نار مؤصدة. لاحظوا لو أنا قلنا موصدة أصبحت من أصدت من معنى آخر، كلمة أخرى أو معنى آخر، لذلك الإمام السوسي لم يبدل هذه الكلمات. لماذا الإمام السوسي لم يبدلها؟ لأنه لو أبدلوا لأصبح أنه أشبه أن يكون من أوسط الذي لا أصل لهم في الهمز، وإنما هي من آصط، من آصط. إذن لو أبدلناها تصبح كأنها من أوسط، لكن الإمام السوسي عنده هي من أصلها عنده آصط، لذلك لا تبدل عند الإمام السوسي. إذا ما يخرج الإبدال من لغة إلى أخرى. الأمر الخامس هو ما كان إبداله يلبسه بغيره، نحو قوله تعالى، أو قبل ما ندخل نأخذ قوله تعالى في الجزئية الثانية من هذا البيت، قال ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء. هذه الكلمة أو هذا الموضوع هو هم أحسن أثاثا ورئيا، فقال لو أبدلت هذه الكلمة وتصبح ورية من الري، وهي ليست كذلك، هي من الرؤية، لذلك لا تبدل هذه الكلمة ورية، لا تبدل، إنما تقرأ ورئيا، ورئيا. إذن هذه القواعد الخمسة التي أخذناها قبل قليل، ما كان سكون علامة للجزم، نحو ننسأها، تسؤهم، ينبأ، هذه الكلمات ما كان سكون علامة للجزم. الأمر الثاني ما كان سكون علامة لبناء الأمر، نحو أنبئهم وأقرأ وأرجئه وهيئ، هذه الكلمات أيضا لا تبدل. ما كان همزه أخف من إبداله في قول تعالى وتؤوي إليك، هذه الكلمة لا تبدل. وما يخرج الإبدال من لغة إلى أخرى في كلمة مقصدة لا تبدل هذه الكلمة. والأمر الأخير هو أحسن أثاثا ورئيا، فإن هذه الهمزة لا تبدل عند الإمام السوسي، فتقرأ أثاثا ورئيا. إذن هذه الخمس قواعد اللي أخذناها اليوم. بهيك أنا بكون انتهيت من لقاء اليوم، أسأل الله النفع والقبول لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
طيب قبل ما أقول لي مين عنده استفسار، مين عنده مداخلة، مين عنده يعني مداخلة حبيب فيها؟ أبو أيمن وفجد. السلام عليكم شيخنا، جزاك وعليكم الله خير، السلام ورحمة الله. الله يحفظك. بس حبيت أسأل عن القاعدة الرابعة، أنه الإخراج إلى لغة أخرى، يعني تغيير المعنى المقصود فيها، والفرق بينها وبين الخامسة، أنه الخامسة اللي هي الالتفات. أي نعم، طيب أي نعم. طيب لو احنا قلنا موصدة قد يصبح المعنى من أوسطه، اللي هو لا أصل له من الهمز، أوسطه، وقالوا هذه الكلمة يعني لا يوجد فيها أصل للهمزة، فلو قلت موصدة فقد يظن أنها من أوسطه التي أنها في الأصل هي غير مهموزة، لكنها عند معناها في القرآن من أوسطه، من الغلق، غلق الشيء. فلذلك هذه الكلمة لو أبدلها الإمام السوسي هو يخاف أنه يظن أنها من أوسطه وليس من آصدته، بمعنى الإغلاق، لذلك الإمام السوسي لم يبدلها. هذا إذا خرج من لغة إلى أخرى، يعني جعل معنى الكلمة معنى آخر، معنى آخر لهذه الكلمة. لكن في القاعدة الخامسة الإبدال ممكن يلبسه معنى آخر بشيء آخر. لاحظ في القاعدة الرابعة وخرج من لغة إلى لغة أخرى، لكن في القاعدة الخامسة أصبح معنى الكلمة معنى آخر. لو قلنا أثاثا ورية أصبح كأنه أثاثا والشرب حتى الامتلاء، شرب الماء، وهي ليست معنى ذلك. إذن في القاعدة الرابعة جعل الكلمة من لغة إلى لغة أخرى، من معنى عام ككلمة أو كأصل للكلمة، من أصل إلى أصل آخر. لكن في القاعدة الخامسة ليس من أصل إلى أصل، وإنما من معنى إلى معنى آخر. تمام أبو أيمن؟ تمام شيخنا، جزاك الله خير. نعم، الله يكرمك. هو قريبين من بعض فعلا، والموضوع عميق فعلا، جزاك الله العميق. خير. لكن الفرق بين الثالث والرابع أي نعم. والخامس أنه أي نعم. هذه لغة كاملة، لغة، نعم نعم، كلام لغة عام إلى لغة. بينما لكن هذه أي لغة نعم. واحدة في الخامسة، هي لغة واحدة لكن المعنى أنا. يختلف من هذه الكلمة إلى هذه الكلمة. دكتورة سحر تفضل. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو المقصود هنا بيخرجوا من، حياكم الله يا شيخنا، يخرجوا من لغة إلى أخرى اللي هي لغة شيخ أبي عمرو، لأن أبي عمرو لا يبدل، فهي عنده مقصدة اللي هي مشتقة من أصدت، اللي هي أقصدت، يعني أصلها همز، من أطبقت عليه، من جهنم أطبقت عليه. أما اللغة الأخرى أو صادت اللي هي بالواو فليست فيها همس إطلاق، فهي المقصود أنه يخرج عن لغة شيخه أبو عمرو البصري. أما طبعا رئيا فهو التباس في المعنى، رية، رية من الامتلاء، والمقصود هنا الرؤية والنظر أو المظهر. الله يفتح عليك يا دكتورة، الله يفتح. ممتاز، رائع، ما شاء الله. أم فاطمة تفضلي. السلام عليكم. حياك الله شيخنا، حياكم الله، بارك الله فيك. جزاء الله خيرا دكتورة سحر، يعني وضحت اللي كنت راح أقوله بالنسبة لكلمة مقصدة وموصدة، أنه فعلا مذهب الإمام أبي عمرو البصري هو مذهب عامة البصريين، وهذا هو اختيار الإمام. وإلا فيعني لدينا في روايات أخرى نحن نبدل كلمة موصدة، مقصدة نبدلها موصدة. شو كذا مثلا، شو عم يبدلها مثلا؟ نعم، نعم طبعا، نعم، والإمام أبو جعفر أيضا يبدل، أبو جعفر أكثر من قارئ يبدل، صحيح، الله يفتح عليك. إذا نحن نبدأ نقول طبعا الإمام حمزة وقفا يبدل، صحيح، وأيضا بالنسبة لرؤية أيضا نفس القصة، أيضا يبدل الإمام حمزة وقفا، وأيضا الإمام بخلفي، بخلفي أم فاطمة بخلفي ولا لا؟ نعم. حمزة، نعم، يعني نعم. رية ورية، وما أردت أنه يبدل بخلفي أو يقرأ بخلفي، نعم. هذا ما قصدي. نعم نعم، مع الإبداء، مع الإدغام أو الإظهار، نعم. الإبداء أو الإظهار، كله أخذناه في دورة حمزة. نعم، المهم يعني أنا أحببت فقط أني أعمل مداخلة، يعني حتى أقول مثلا أنه ممكن مثلا أحد الإخوة أو الأخوات يعني يسمع يعني هذه التوجيهات، هذه التوجيهات من العلماء وأهل الأداء، حتى مثلا إذا خرج إلى رواية أخرى لا يصطدم أنه يجب مثلا أحد القراء أو الرواة الآخرين يبدلوا في أمثال هذه الكلمات، فهذا مجرد توجيه لأهل العلم، والرواية كما تفضلتم شيخنا الفاضل هي الأصل في النقل. صحيح، الله يفتح عليك. ودل على ذلك أحيانا يا جماعة، يعني مثلا عند الإمام حفص يقول السكت
منطلق الشاطبية، كلا بل ران. لماذا؟ ما هو روايته، لكن بعض العلماء قالوا حتى لا يصبح من البرين، وقيل من راق لا تصبح من المروقة. طب ما هو كل القراء المتبقيين والرواة كلهم ال 19 راوي المتبقيين يدغموا، ولماذا الإمام حفص لا يدغم يسكت؟ يعني توجيه من العلماء. لكن ما يعنينا وما يهمنا يا جماعة أنه الإمام السوسي، أو ما يهمنا في أي استثناء بشكل عام عند السوسي وعند غيره، هو الرواية. وكما قلت في بداية اللقاء، بعد ذلك نعمل العقل، نرى لماذا لم يبدل هذا القارئ، لماذا لم يبدل. وهناك أحيانا توجيهات أحيانا يكون لها نوع من الجمال، حيث حتى أن القارئ يستمتع وهو يقرأ ويرى هذا يعني المعنى الغريب. أحيانا بعض الكلمات أو بعض التوجيهات تجعل في من بعض المعاني شيء جميل وشيء غريب تجذب القارئ، حتى يعني تساعد على الحفظ وتساعد على الفهم وما إلى ذلك. أم أنس رفع يد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عفوا دكتور، احنا اخذنا اليوم باب الهمز المفرد، واخذنا حكم الامام السوسي على اساس ان اكثر العمل هو عند الامام السوسي. فحسب ما فهمت ان اذا سئلنا عن حكم الهمز المفرد عند الامام الدوري، نقول انه يهمز بهمز ساكن، انه يهمز بهمز ساكن. نعم، أخذناه عند الإمام الدوري هو مهموز ومهمز ساكن. نعم، الله يفتح عليك. فهمت. الله يفتح عليك يا أمانة. هو كل ما أخذناه اليوم الذي يبدل الإمام السوسي الإمام الدوري هو يحققه، ويحقق ما حققه الإمام الدوري الإمام السوسي. أعيد، الإمام الدوري يحقق كل ما أخذناه اليوم، سواء ما يبدل الإمام السوسي أو يحقق الإمام السوسي. الذي يحقق الإمام السوسي فمن باب أولى أن الإمام الدوري يحققه، وما يبدل الإمام السوسي فإن الإمام الدوري يحققه. تمام يا جماعة، في حد عنده سؤال؟ في عنده حد استفسار؟ شفتوا كيف موضوع اليوم مهم جدا؟ موضوع القادم أيضا مهم جدا، إن شاء الله سنتحدث عن لقاءنا القادم، سنتحدث عن بعض الألفاظ الخاصة في الهمز المفرد، وسيكون برضو موضوعنا مهم جدا. وقد ننتقل إلى باب الهمزتين من كلمة واحدة، أو يعني نشوف كيف، لكن سنتحدث بداية الأمر بإذن الله تعالى عن بعض الألفاظ الخاصة من الهمز المفرد. تمام، مين عنده سؤال أو استفسار؟ في نهاية هذه المحاضرة لا يسعني إلا أن أقول الحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعه من واله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.